صحيح. الغياب الحاضر النهارده علي معلول كمان النهارده عمل معاكم دور عظيم جدا في البطوله، بس غاب النهارده وغاب المباراه الماضيه معظمها يعني. اكيد طبعا، اكيد علي معلول طبعا خلك بشكره وبقول له الف سلام، وبشكره طبعا على تعب معانا السنه دي، فعلا هو يستاهل كل خير. علي لعيب كبير وبنتعلم منه وبنتعلم من خبرته، واكيد فرق معانا بشكل كبير، بس الحمد لله قدرنا نهدله البطوله ونفرحه يعني، وهو في بيته وقاعد بيتفرج علينا، فالحمد لله قدرنا نفرحه الحمد لله. اخر حاجه تقول ايه لجمهور النادي الاهلي اللي كان متواجد النهارده في الملعب والمتواجد في كل مكان في مصر؟ اقول لهم بشكركم طبعا على دعمكم لينا ودعمكم للفرقه ودعمكم اللي هو اللي انتم ظاهرين طول الوقت، والحاجه وعلى الحاجه الشريفه اللي كانت في الاستاد النهارده، وانتم كنتوا اللاعب رقم واحد، الحمد لله قدرنا نروحكم مبسوطين الحمد لله. مروان الف مليون مبروك وحش وسط ملعب النادي الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا، دايما متالق انت وكل زمايلك فرحتونا.